انا عارف ان انتوا مش مركزين، بس معلش ردوا عليا، عملنا هوم ورك، عملش هوم ورك. طب في حد عنده اي سؤال في حاجه اللي فاتت قبل كده؟ لا مش هلو. نعم، حد عنده اي سؤال؟ طيب ازيك يا يوسف، ازيك يا رهف، حد عنده اي سؤال يا جماعه؟ حد حابب عنده اي سؤال يسالني في اي سؤال في الليسونز اللي فاتت قبل ما نبتدي ان شاء الله؟ اوكي، طيب النهارده ان شاء الله هنتكلم عن حاجه جديده ان شاء الله باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجه اسمها structure of earth. احنا خدنا الحاجات دي اعتقد في المدرسه صح؟ خدنا ال structure of earth في السكول صح كده؟ ما خدتش الحاجات دي لسه؟ ليه يا يوسف انت فين طيب دلوقتي؟ انا بص عشان انا دلوقتي عندي اكزامس فما بدرسش حاجه. ايوه، اخر حاجه خدتها فين طيب يا يوسف؟ كان في الانرجي. الانرجي؟ طيب يا حبيبي ماشي. طيب احنا النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها structure of earth، تمام؟ مين اخد structure of earth في السكول؟ طيب يا مريم، اوكي، مين تاني غير مريم؟ محدش خدت حاجة تانية structure of earth؟ ياسين، اوكي. طب قولي يا مريم، يعني ايه اصلا structure of earth؟ فهمتي ايه من structure of earth؟ قولي يا ياسين، يعني ايه structure of earth؟ يعني layers of earth. layer of earth، very good. طب يا يوسف يعني ايه؟ قولي انت يا يوسف، قولي another يعني another explanation to the structure of earth. قول لي ياسين، طيب حد كمان يتكلم معايا، يعني we need some participation please. What the earth is consists of. اوكي ماري، very good. ايه تاني؟ heat core, inner core, اوكي oil crust. اوكي ماشي. مين كمان ممكن يعمل لي explanation؟ رقية، رهف، حد يتكلم معايا؟ اوكي طيب، احنا بنقول اول حاجه واضح كده ان التيم لسه ما فقش معايا. ساينس ديسكفرد ذا ايرث اباوت 45 مليون ييرز اولد، يعني ساينس قدروا يكتشفوا ان اور ايرث اتس اباوت 4500 مليون ييرز اولد. اوكي طيب، بيزيكلي الايرث كونسيست اوف سم لايرز. يعني ايه سم لايرز؟ يعني زي ما احنا شايفين كده في البيكتشر قدامنا، هنلاقي ايه؟ هنلاقي عندي الايرث بتاعتنا اهي، ولو احنا اخدنا فيها زي cutting through the earth هنلاقي ايه؟ هنلاقي some layers زي ما قالت مريم. consists of what? of crust. اول حاجه crust. what's made of crust? crust it means solid rocks. solid rocks اللي احنا بنمشي عليها على الارض ديت بنشوفها قدامنا، سواء كانت desert، سواء كان water، سواء كانت rocks whatever. under these things there is a layer of solid rocks. these solid rocks is called crust which is the first layer of our earth. يبقى اول لاير في الايرث بتاعتنا اسمها ايه؟ اسمها كراست، تمام؟ اوكي طيب، اندر ذا كراست يعني اندر يعني تحت الروكس، واحنا عملنا ديجنج ثرو اندر ذا تراك اندر ذا كراست وات وي ويل فايند؟ ويل فايند سمثينج كولد مانتل. اكسلنت مانتل. اوكي يعني ليتس تيك ات از ا جنرال ديسكريبشن، زي كده ايه يعني تعريف شامل قبل ما نخش ان ديب واتس مينت باي مانتل. بس حاليا نفهم بس ونعرف ان المانتل دي is called mantle which is under the crust and it is consists of molten rocks. اوكي okay. يبقى اول حاجه انا عندي ال earth crust خلاص اللي هي which is consists of solid rocks معايا. تاني حاجه عندي تحت ال crust في ايه؟ في المانتل. حد مجمع معايا يا جماعه؟ اوكي طيب، المانتل دي is consists of what? of hot liquid rocks that can flow. يعني ايه؟ يعني انا هنا في البارت دوت في hot liquid rock. hot liquid rocks يعني ايه؟ something liquid which is very hot and it is melted and it can flow. نعم melted
Is it melted? Yes, it's melted. Melted, yes. But its mantle is consists of hot liquid rocks that can flow. يعني can flow, يعني can move from one side to another side. يعني أنا عندي هنا hot mantle rock هنا, one part can move, can move. Okay, فهمنا؟ Okay. طيب تحت المنتل في ايه؟ تحت المنتل عندي حاجة اسمها الكور. الكور which is, yes, it's the core. The core of the earth. The core of the earth consists of two parts. Outer core and inner core. Okay. معايا كده لحد دلوقتي؟ مجمعين معايا؟ ايوه ياسين رفع ايدك ليه يا حبيبي؟ Yes. ايوه ياسين اتفضل رفع ايدك ليه؟ المنتل هو المولتن روك يعني زي اللافا. خلي دلوقتي اللافا بعدين, احنا بنتكلم على اللافا, احنا دلوقتي بنتكلم على something which is under the crust inside the earth. اوكي, يبقى انا بتكلم عن حاجه ايه, under the earth. Things which is under the crust inside the earth is called what, mantle. اوكي, and وعرفنا mantle دي hot molten rocks. اوكي اوكي ياسين. اوكي يا حبيبي, عندك سؤال تاني يا حبيبي؟ لا. طيب يبقى احنا عرفنا under the core, under the mantle we have what, we have something called core. Okay, the core of the earth consists of two parts, outer core which is consists of what, yes, the outer core is molten metal, mostly iron metal. Okay, يبقى عندي outer core molten metal, mostly iron and nickel. Okay, و inner core solid metals برضو, mostly iron metal. يبقى انا ايه الفرق بين المولتن كور والانر كور؟ الاوتر كور المولتن ميتال, خلينا مع بعض ركز معايا الحته دي, ركز مع بعض. الاوتر كور از وات, از مولتن ميتال, مولتن ميتال ركز. اما انر كور از وات, سوليد ميتال, but both of them are what, iron and nickel. Both of them are mostly iron and nickel, mostly iron and nickel. معايا يا جماعه؟ فاهمين كده كويس؟ مجمعين؟ yes. Okay, it is a little bit يعني easy جدا, بس محتاجين ان احنا ايه نركز. يبقى انا عندي دلوقتي عندي الايرث بتاعتي is our earth consists of what, first layer which is solid rocks crust, under the solid rocks we have what, we have mantle, and the mantle is a hot liquid rock that can flow. يعني can flow, يعني can move from one point to another. Okay, in this as you can see in the graph. Okay, طيب under the mantle we have a core. The core of the earth is consists of what, of two part. معايا؟ outer core and what, and inner core. ال outer core molten metal. تمام؟ أما ال inner core إيه؟ is a solid metal. Okay. Okay, فهمنا كده يا جماعة؟ أنا مش عايز حد يحفظ, عايز حد يفهم بس. يعني just إيه؟ imagine the shape, organize the information, ومحدش يحفظ, افهمها بس. Okay. اوكي يا جماعه, اوكي يا جماعه, يلا حبيبي. كان اسك كويشن. مين يا حبيبي؟ طب مين بيتكلم؟ انا ده. افتح ادهم الكاميرا عشان اشوفك يا حبيبي انت بتتكلم معايا, اتفضل. هو what is the يعني the maximum limit the human can go or can reach. بصوا احنا ده out of our lesson, بس for your information the deepest hole was made in Russia, it's about 15 to 25 kilometer, okay, in the earth, but they wasn't able to continue digging due to rising temperature. تمام, فهمت؟ هو لما عمل digging in the crust they almost reached the mantle. Once they tried to reach the mantle the temperature was very high. معايا؟ So they stopped digging. Okay, so they wasn't able even to penetrate the crust. Okay, يبقى the crust ديت the solid rocks cannot be penetrated. Okay, and فهمت ليه؟ because once they reach the mantle, once they get close to the mantle, once they get near to the mantle, the temperature of the molten rocks is very high. Okay, so the tools they are digging with will melt. You got the point? فهمت؟ So you won't be able to reach the mantle even itself. Okay? Okay, thank you. Thank you. حد عنده سؤال تاني؟
طيب انا هنا برضو البيكتشر ديت انا جبتها لكم، بحاول يعني اوضحها لكم زي ما وضحت لكم الفيديو. حد بص على الفيديو؟ حد شاف الفيديو اللي بعته امبارح على الجروب؟ الفيديو اللي بعته امبارح اه على... شفته. اه كان اعتقد كان مفيد ليكم كلكم، علشان الفتره اللي احنا جايه هيديك انهانسمنت للايه؟ للاندرستاندينج. حد فاهم حاجه من الفيديو؟ اوكي. طيب البيكتشر دي مريم وادم مش بتتكلموا معايا ليه؟ انتوا لسه نايمين؟ احنا صحينا بقى خلاص بقى صباح الفل. يلا يا ياسين، يلا يا يوسف اتكلموا معايا، يلا يا رهف، انا عايز الناس تتكلم معايا كده، اتكلموا معايا عشان ايه؟ يبقى في انتر اكشن، وان شاء الله هوعدكم الحصه الجايه هغير الميعاد ده، انا حاسس ميعاد الناس كلها نايمه. الناس كلها مش معايا. هحاول اخلي الميعاد ان شاء الله يعني اراوند 6 كلوك. طيب هحاول اخلي الميعاد، 6 كلوك. بي ام بي ام طبعا. بي ام ان شاء الله. طيب يبقى انا عندي زي ما احنا شايفين كده البيكتشر، عندي ادي الكراست زي ما قلت لك يوسف، الكراست شايف قد ايه؟ بيقول لك ايه فروم 0 تو 100 كيلومترز. اوكي دي البيكتشر دي فور انفورميشن اونلي نوت تو ستادي، دي فور انفورميشن اونلي. اوكي دي فور انفو. اوكي طيب يبقى عندي الكراست اهو خلاص فروم 0 تو 100 كيلومتر يا ايه يا يوسف يا. ماشي يا ادم. بعدين عندي المانتل، بعدين عندي اوتر كور، بعدين انر كور. قلنا الاوتر كور اذا ايه اذا ليكويد ميتال، انر كور اذا سوليد ميتال. قلنا المانتل دي هوت ليكويد ايه روكس. اوكي وقلنا الكراست عباره عن ايه؟ عباره عن روك اونلي. اوكي 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 نكمل نكمل فاهمين؟ اللي ما خدوش الدرس، اللي ما خدوش الدرس في السكول فاهم معايا؟ يوسف رهف فاهمه معايا؟ اوكي يا جماعه اللي مش عايز يتكلم حتى يبعت لي. طيب في حاجه اسمها كونتيننتال دريفت، ايه هي كونتيننتال دريفت؟ كان في كونتيننتال دريفت يعني ايه كونتيننتال دريفت؟ when the plates when the countries like move away from each other because of the mantle that is upright a little. طيب اوكي فيري جود فيري جود اكسلنت اكسلنت يا جماعه فيري جود اكسلنت اكسلنت. الكونتيننت دريفت الثيري جت منين او مين عمل اول واحد قدر يفهم في الموضوع دوت؟ في ساينتست از كولد الفرد ويجنر، از جيرمان ساينتست. جيرمان ساينتست الفرد ويجنر يعني مليون اوف ييرز اجو هي ثوت ذات اول ذا لاندز واز وات واز اونلي وان بارت از يو كان سي. اوكي اول ذا لاندز اون ذا اول ذا لاند از اونلي وان بارت از يو كان سي ات اباوت 225 مليون ييرز اجو. اوكي ذن due to moving of the years the countries or the land started to move a little bit farther from each other as you can see. زي ما احنا شايفين كده، شايفين البيكتشر دي عامله ازاي؟ كل ال countries and كل all the land is one port. okay after few many years million of years they started to move a little bit farther. okay معايا يا جماعه؟ okay after that then after that the land start to move further as you can see here. Africa and South America was only one port, then they start what to separate from each other as you can see. Today this is a shape with what we have. okay يبقى انا عندي الكونتيننتال دريفت ديت دي الثيوري، الثيوري ديت اتحصل لها explanation by Alfred Wegener. He said that million of years ago the land was only one port, but after few million years okay we got the final shape of the earth. فاهمين؟ yes. ماشي مين مش فاهم؟ اللي مش فاهم يرفع ايده. Sir I have a question. حاضر يا مريم. مين مش فاهم يا جماعة؟ اللي مش فاهم يرفع ايده please. اتفضلي يا مريم. هو احنا في الامتحان ممكن يقول لنا هو كان شكل الارض عامل ازاي يعني في 150 مليون ييرز وبعد كده نكتب لهم الاسامي؟ طيب بصي يا حبيبتي انا عايز تفهمي. اوكي اهم حاجه انك تفهمي، ما تحفظيش. اوكي الامتحان ده هيجي عليه وقت هنحل مع بعض اكسرسايز كتيره واكزامبلز كتيره ان شاء الله. اوكي بس ما تقلقيش يعني في الامتحان اني عايز بس تفهمي
خلاص وتقدري ايه and you can and describe what you ايه what you understand. ماشي اتفضلي يا رهف نزلي ايدك يا ماريو. Thank you. I have a question. How did the lands moved far away? We will know a little bit further. There is something called movement of the inner part of the earth. Earth layers will move. Due to this movement, we got the movement of earth. But we will note later. Okay? But it's a good question, Araf. But until now, you understand with me? Yes. Okay. Yes. Good question. evidence of of continental drift. يعني evidence يعني دلوقتي انا بقول ان انا كان عندي الارث عامله as one land وبعدين by movement of million years the earth changed to be what you know that today. طب ايه الايفيدنس بتاعتي انا عرفت منين؟ ما حدش كان عايش زمان صح، ما حدش there's no history صح كده. طب انا ايه الايفيدنس بتاعي، ايه الدليل بتاعي، احنا جبنا الكلام ده منين؟ اول حاجه the shape of contents fit together. يعني ايه shape of contents fit together؟ يعني احنا لو جبنا كده الماب وحاولنا نحط الماب the countries beside each other, we find what? But as you can see here, look in this part, they're like puzzles. Yes. اهو شايفين؟ شايفين حتة شايفين ال South Africa عاملة ازاي؟ Okay. And Africa and South America عاملة ازاي؟ And Africa عاملة ازاي؟ شايفين؟ يبقى ايه؟ they fit together. اوكي؟ تاني حاجة the type of rocks are different contents match up where they fit together. يعني ايه؟ يعني هما لما خدوا type rocks from Africa لقوها تشبه rocks in South America. فاهماني؟ اوكي يا مريم؟ في حاجة اللي هي بالظبط بالظبط يعني هو يعني scientists take sample of rocks from India and sample of rocks from Australia. As you can see India and Australia once upon a time year, million years ago was one part. Okay. ايه فايه اللي حصل بقى لما حصل الموضوع دوت؟ لقوا ان الايه إيه؟ لقوا ان دي ار فيت دي يبقى اول حاجه ذا شيب اوف ذا كونتنتس فيت توجذر. تمام. تاني حاجه تايب اوف روكس اون ديفرنت كونتنتس ماتش اب وير ذي فيت توجذر. يعني ايه تايب اوف روكس؟ يعني اخد هنا تايب اوف روكس من ساوث امريكا انا روك فروم افريكا دي فاوند ذات ذيس بارتس فيت توجذر and they are the same type of rocks. اوكي لو احنا شايفين هنا مثلا الجزء ده، شايفين الجزء ده هنا لو ايه نورث امريكا اند ايه اند ايزي اند اشي اهو. اوكي لما لقوا اخذوا type of rocks لقوا ان type of rocks here is the same like نورث امريكا. اوكي تالت حاجه ايه the fossils on different continents match up where they fit together. يعني ايه يعني fossils يا جماعه؟ old animals which were buried and died millions of years ago. So the fossils on different continents match up where they fit together. يعني ايه؟ يعني لما اخد برضه هنا type of fossil from South America and the fossil from Africa and from this part they found it ايه؟ they found that they are fit together. يبقى انا عندي three reasons evidence of what? Of continent drift. اوكي يا مريم؟ اوكي يا ادم؟ اوكي يا محمد؟ اوكي يا يوسف؟ اوكي يا امير؟ يبقى دي three type of rocks. محمد شاهين خليك معايا. محمود شاهين خليك معايا. يبقى انا عندي 3 تايب اوف روكس 3 تايب اوف ايفيدنس. اول حاجه شيب اوف كونتنت فيت توجذر. تاني حاجه ذا تايب اوف روكس اون ديفرنت كونتنت ماتش اب وير ذي فيت توجذر. تالت ريزون ذا فوسلز اون ديفرنت كونتنت ماتش اب وير ذي فيت توجذر. حد فاهم حاجه لحد دلوقتي؟ ار يو فولينج اب وذ مي ولا سرحتوا مني؟ لامار معايا؟ ازيك يا لامار معايا؟ لا لا. طيب يبقى احنا كده فاهمين ولا مش فاهمين؟ عارفين ان عارفين يعني ايه continental drift؟ عارفين evidence of continental drift؟ اوكي؟ This part is very important يا جماعه. This part is very important. Please study well. اوكي؟ طيب continental drift occurs when the tectonic plates move slowly on the magma. يعني ايه؟ في in the earth there is something called tectonic plates. اوكي؟ يبقى inside the earth we have something called what? Tectonic plates. يبقى the earth layers inside the earth is called what? Tectonic plates. When the tectonic plates move slowly on the magma, we have what?
كنت انت دريفت معايا رهف؟ سألتيني السؤال ده، يبقى continental drift occurs when the tectonic plates move slowly on the magma. طب يعني ايه يا جماعه tectonic plates؟ ما اعرفش يعني ايه tectonic plates. The earth crust is made up of large tectonic plates. احنا قلنا ان earth crust is its depth from 0 to 100 كيلومتر، صح؟ طيب the earth crust is made up what of tectonic plates؟ اوكي طيب plates under the ocean is called what? Oceanic plates. يعني ايه؟ يعني ايه يا جماعة؟ يعني plates اللي في الأوشن بيكون اسمها oceanic plates. Very good. والplates اللي هي موجودة في ال اللهم صل على النبي، اللي هي موجودة فين؟ في اللاند بتبقى ايه؟ tectonic plates. Very good. Very good. ثانية واحدة. يلا تاني. يبقى احنا قلنا plates under the ocean is called what? Oceanic plates. و plates in the crust called what? Tectonic plates. Plates from continents are called what? Continental plates. خلاص؟ هنعرف الرسمة الجاية إن شاء الله كل حاجة فين بالظبط. طيب يبقى احنا عرفنا دلوقتي earth crust is made what of what? Earth crust made of tectonic plates. تمام. Plates under the ocean is called what? Oceanic plates. Plates from continents are called what? Continental plates. طيب ايه هي البليتس اوف كونتنت؟ شايفين الشيب ده؟ شايفين الشيب ده؟ شايفين الشيب ده؟ شايفين الريد الريدز؟ هفتحها هوريها لكم برضه ايه من الكتاب هنا. بليت باوندري شايفين؟ اهو شايفين؟ ده اسمه ايه؟ بليت باوندري. يعني ايه بليت باوندري؟ يعني الحتت الريد لاينز ديت هي اللي فيها ايه؟ فيها تكتونيك بليتس، شايفين؟ اسمها بليت باوندري. اوكي؟ وهنعرف الريد لاينز ديت ايه فائدتها بعدين ان شاء الله قدام الليسون الجايه. يبقى احنا كده عرفنا ايه؟ عرفنا يعني ايه تكتونيك بليتس؟ بص مين بقى تكتونيك بليتس يا جماعه؟ The place that is on the land. اوكي ايه كمان؟ Which moves slowly on the magma. اوكي يبقى tectonic plates moves slowly on the liquid cooled magma. يبقى tectonic plates is what is above magma. Right? يبقى احنا لما جينا اخدنا هنا لما جينا اخدنا هنا في الليسون في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في البيكتشر ديت عرفنا هنا في ماجما. يبقى ايه اللي بيمشي over the magma؟ What moves over the magma؟ tectonic plates. طيب وtectonic plates under the ocean is called what? Oceanic plates. Very good. طب the earth crust is made up of what? tectonic plates يا جماعة. لا earth crust is made of what? Tectonic plates. ادي one plate, second plate, third plate, fourth plate. For example this earth crust. Okay. Under the plates, I have what? Okay. I have what? Magma. Very good. I have magma here. Okay, Mahmoud. Okay, Mariam. Okay. So the layer which is above the magma is called what? Tectonic plates. Okay. Tectonic moves slowly on the liquid magma. It's called magma. Okay. The tectonic plate that moves slowly on the liquid rock is called what? Magma. يبقى here I have what? Mantle.
right? And over the mantle, the layer which move slowly over the mantle is called what? The crust. Magma, يا جماعه اهي. يا جماعه ركزوا معايا. ركزوا معايا. I have what? I have earth crust. The earth crust is made up of what? Of layers of what? Of tectonic plates. خلاص؟ And under the earth crust I have what? Magma. Mantle. Very good. Very good. I have under the earth crust I have mantle. Between the layer which is above slowly over the liquid rock of the mantle is called what? ماجما. اي انتوا ليه ليه تلخبطنا احنا ليه تلخبطنا طيب؟ اهو the tectonic plates move slowly on the liquid rock is called what? It's called magma. واخدنا فوق عرفنا ايه؟ عرفنا ان المانتل is called what? Made up of hot liquid rock. اهو hot liquid rock is called mantle. بنجمع مع بعض بقى اهو. Mister, I have a question. The mantle is a molten hot liquid rock that can flow. Yes, so it's consisted of magma. طيب ماشي. Who has a question? مي. اتفضل. حضرتك يا مستر بتقول ان فوق الماجما في مانتل. قصدي فوق المانتل في ماجما وبعد كده كراست. طيب ازاي؟ تاني كده معلش سوري. You told us that above the mantle there is magma. اوكي. I don't understand. طيب حاضر. احنا قلنا ان احنا عندنا مانتل. عارف المانتل دي هي under the earth crust. خلاص؟ وقلنا ان the earth crust is consist of what? It consists of large tectonic plates. صح؟ اهو. تمام؟ طيب. The tectonic plates move slowly on liquid rock called magma. يعني the tectonic plates that move slowly over the liquid rock is called what? It's called magma. فهمتي؟ فهمتي يا مريم؟ يعني انا بقول ان الايرث كراست ده كونسيست اوف ليكويد روكس. اوكي؟ طيب الايرث كراست اوف ليكويد روكس عباره عن ايه؟ عباره عن تكتونيك بليتس اوفر ايتش اذر. تمام؟ تحت الايرث كراست عندي ايه؟ عندي مانتل صح؟ مانتل هوت ليكويد روكس. طب اللاير هي اوفر هوت ليكويد روكس اللاير دي اسمها ايه؟ ماجما. فيري جود ماجما. فيري جود. الهوت ليكويد روك اصلا اسمه ايه؟ مانتل. اللاير اللي فيها اسمها ايه؟ ماجما. فيري جود. فهمنا احنا كده. طيب اللاير البليتس اللي هي اندر ذا اوشن از كولد وات؟ اوشنك بليتس. تمام خلاص كده. طيب في مشكله لحد دلوقتي؟ لا. طيب التكتونيك بليتس مش انا هي بتموف سلولي. التكتونيك بليت اهو. التكتونيك بليتس ذات موف سلولي اون ذا ليكويد روك از كولد وات؟ از كولد ماجما. طب ماجما. طب السبيد بتاعها عباره عن ايه؟ ايه السبيد بتاعها؟ 4 سنتيمتر. 4 سنتيمتر ان ايه؟ ان 1 يير. اوكي. ذا سبيد اوف تكتونيك بليتس از وات؟ 4 سنتيمتر ايتش يير اهو. اوكي. اوكي. طيب نقول تاني. احنا قلنا ايه النهارده؟ نرجع مع بعض شويه. حد عنده اي سؤال لحد دلوقتي؟ هو اتعد السؤال. ماشي. مين عنده سؤال؟ اللي عنده يرفع ايده ويقول. اتفضل اتفضل يا رمار. هو المانتل مش الماجما؟ يس. وفوق الماجما التكتونيك. يس اكزاكتلي كوريكت. اه ايه تاني؟ طيب تمام ماشي فاهمه كده. طب السبيد بتاعت التكتونيك بليس قد ايه يا مرق؟ الامار 4 سنتيمتر يير 1 يير بير يير ان 1 يير. يعني ايتش 1 يير التكتونيك بليس موف قد ايه؟ 4 سنتيمتر. تاني يا جماعه كلنا مع بعض نركز. ايتش 1 يير يا جماعه ركز في الموضوع ده. ايتش يير التكتونيك بليس موف قد ايه؟ 4 سنتيمتر. 4 سنتيمتر. تمام تمام اوكي. حد عنده اي سؤال؟ نو.
طيب نعيد تاني احنا قلناه مع بعض النهارده عشان نركز مع بعض. احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا انا عندي ايرث كراست وعندي ايرث كونسيست اوف سام لايرز. ذيس لايرز كولد وات؟ از كولد ايرث كراست. اند لا انا عندي الايرث كونسيست اوف وات؟ سام بارتس اوفر ايتش اذر. اوكي البارت دي اسمها ايه؟ اسمها ايرث لايرز. طيب ايرث لايرز دي عباره عن ايه؟ ايرث لاير عباره عن ايه؟ عباره اول حاجه عندي كراست which is consists of solid rocks, then I have mantle which is hot liquid rock. Okay, then under the mantle I have what? Under the mantle I have what? Outer core. Exactly, good. Outer core. The outer core consists of what? Magma consists of liquid iron and metal. Hot liquid metal. Iron and nickel. تمام تمام very good. The inner core is solid iron and nickel. And the inner core consists of what? Solid metal. Solid. Very good. Solid. كلمة solid دي أهم حاجة. The inner core consists of solid solid metal. تمام تمام اوكي. طيب وعرفنا ان في ثيوري بتقول الكونتيننتال دريفت. خلاص ممكن حد يقول لي الثيوري دي عباره عن ايه؟ اه يفهمها لي. ايه فعلا يعني حد تاني غير مريم؟ مريم بتجاوب على اول يوم اول ليسون. حد تاني بقى؟ فعلا حد تاني غير مريم؟ محمود قول يا قول يا محمود. محمود ما سمعتش صوتك النهارده حبيبي. Was a scientist which was called Alfred Fibner. He said that millions of years ago the land was one continent. Very good. Very good. طيب مين يقدر يقول لي ايه الايفيدنس بتاع الفريد ويجنر about the continental drift؟ مين يقدر يقول لي الدريفت ايه هو الايفيدنس بتاعه؟ قولي ادهم. الايفيدنس بتاعتها ان هو الكونتيننت كان put together بكمان type of rock كان different continents لما اي different rock it could match up with them together. اول حاجه يبقى اول حاجه عندي the shape of the continental drift, type of rocks and the fossils. يبقى ثلاث 3 main keywords we can use in this example. اول حاجه ايه؟ the shape of the continental drift. Number two, the type of the rocks. Okay. Number three, the fossil. Exactly. Very good. Very good. طيب. احنا قلنا continental drift occurs when. Continental drift occurs when. صح يا رقية. برافو عليك. برافو عليك. Slowly on the magma. Exactly. When the tectonic plates move slowly on the magma. وعرفنا ايه؟ وعرفنا which type of tectonic plates that move on the magma. صح؟ وعرفنا the speed of tectonic plates. What is the speed of the tectonic plates? 4 centimeter each per year. Okay. Okay. ماشي. صح يا صح يا لامار. Very good. طيب. آخر حاجة قلناها إيه؟ قلنا the earth crust is made up of what? Tectonic plates. Plates under the ocean is called what? Oceanic plates. تمام. The plates from contents are called continental plate. Exactly. Thank you. طيب أهم سؤال بقى والسؤال ده اللي هو مهم جدا واللي لازم نكون فاهمينه. إحنا قلنا tectonic plates that move slowly over the mantle is called what? Called magma. مين؟ مين قال ماجما؟ أنا. طيب مين تاني عايز يقول لي الإجابة؟ tectonic plates that move slowly over the mantle is called what? ماجما. اوكي اوكي فيري جود فيري جود. طيب ممكن نحل مع بعض كده بسيط كده؟ حد عنده سؤال؟ طيب درس سهل؟ اوكي يلا مين يحل معايا اول سؤال؟ حد غير جاوب معايا بقى؟ حد من اللي قاعدين معايا في الليسون النهارده وسمعت صوته raise your hand. I will raise your hand and I will choose. Raise your hand. مين
تاني. ماشي يا رهف، قول يا رهف، يلا ما سمعت صوتك النهارده خالص يا رهف، اول سؤال معايا يلا. Is it in our core? Please read the question, please يا رهف. State the name of the part of the earth that forms the center. Very good. In our core. ايه رأيكم يا جماعة؟ الإجابة دي صح ولا غلط؟ Yes. Okay, in our core. Very good. طيب تاني question. يلا يا مريم. Name the metals found in this part. Solid, iron and nickel. Very good, solid. Very good, solid. Iron. And nickel. يلا تاني سؤال محمود شاهين. يلا بينا. شمالي بس يعني few seconds بس يخشوا التيم معايا عشان نكمل على طول. يلا يا محمود. يلا هون كمل يا حبيبي اتفضل. Okay, the most and the most common non-metal. محمود سامعك. Yes, I just ما سامعك. I can't hear you, please. Name the most common non-metal in the earth's crust. Bless you. الحمد لله. مين يقدر يجاوب؟ روكس. نون ميتال. نيم ذا موست نون ميتال. روكس. مين عايز يجاوب تاني؟ ما قول يا مريم. ماشي مين عنده سؤال؟ يلا انا مستنيك. ماجما. مين عنده سؤال؟ مين عايز؟ يلا يا مريم قولي. روكس. اوكسجين. لا in the earth crust. Name the most common non-metal in the earth crust. ها common non-metal يعني ايه non-metal؟ non-metal, it's not metal, it's not to be drawn into magnets. So what's the most common non-metal? Rocks. Okay. طب ثانية واحدة كده خليكم معايا. I think it's nitrogen. What? Nitrogen. Not in the earth crust? Nitrogen? Sorry, it's in the atmosphere. Yes, we want to in the earth crust. What's the most common non-metal? I think it's the oxygen. برضو oxygen. ازاي طيب؟ Carbon. Oxygen. Is it carbon? مين بيقول oxygen؟ Rocks. مين بيقول oxygen؟ Oxygen. مين بيقول اكسجين؟ محمود شاهين بيقول اكسجين. حد تاني عنده سؤال تاني؟ حد تاني عنده اجابه تانيه؟
I think it's oxygen because it's the most abundant non-material in the Earth's crust. Yes, it's oxygen, correct. Very good. Okay. يلا نمبر 4. قرأ أسر؟ مين؟ لامار؟ You answered أنا already يا لامار معلش. حد تاني بقى answer. Oh, I didn't. Me. محمود you answered ها؟ I didn't answer. You answered. You did. ها؟ حد تاني. يلا يا مريم. Because Mary was raising her hand. Yes. Number 4. Name the most common metal in the The most common metal in the Earth's crust. What's the common metal? Yes, the common metal in the Earth's crust. It's easy. I know. Iron? No. قولي الامور طيب. Is it gonna be aluminium? It's aluminium. Very good. Aluminium. Very good. ليه aluminium? Why? This is the most common, and also because it's the most abundant metal on the Earth crust. Can you see this figure? Can you see this figure? What figure? I will show you. Give me just a few seconds, and I will show it to you. Wait a minute. Okay. Can you see it now? Yes. What can you see? Silicon, iron, yes. Others, and yes. Oxygen. This is a graph or pie chart for all materials that can be found inside the Earth's crust. Okay. Okay. What can you see now is a pie chart for as you can see here I have what we have aluminium. Its ratio is big portion. Okay, it's more than iron. ماشي يا مريم ايرنها الايرن اهي تاخد بالك الايرن عامله ازاي الايرن ليتل بت كالسيوم از ليتل بت اوكي ذا موست اليمنت ان ذا ايرث كراست از وات از اوكسجين الامونيوم الاوكسجين از نوت نون ميتال از محمود شاهين سد اوكي وايل ذا موست كومن ميتال ان ذا ايرث كراست از وات از الومنيوم يس الومنيوم اوكي Okay, is it clear now? Yes. Okay. As you can see, we have also silicon. We have also calcium. Okay, and these other type of metals. Okay, they are not commonly found. But the most common non-metal thing which can be found in Earth's crust is what? Is oxygen. And the most common metal is what? Is aluminium. Okay. Clear? Yes. Easy? Yes. Okay. Can I answer? Number 4. صح يا لوجين، لوجين كانت بعت لي يا جماعة ولا صح؟ Very good يا لوجين. Excellent يا لوجين. I can't hear you يا لوجين، sorry. And I didn't get your text message. يلا number 5. مين يحل معايا number 5؟ حد تاني بقى. يلا يا لوجين بقى let's participate يا لوجين. We won't hear you يا لوجين. يلا number 5 يا لوجين. Can I please answer? Yes, you can answer, Eljain. Yalla, Eljain, we want to hear you. Yalla, go ahead. Answer, Eljain, number 5, yalla. What evidence did Wegener have for his idea for continental drift? Okay, so
it's going to be the shape of the continents Yes, together, exactly. The type of the rock, okay. The fossil of the different. Okay, very good. Very good. Okay. Mr. I'm actually Lamar, but the Zoom has locked me out, so I entered with my sisters. Okay, no problem. Okay. Number six. مين عايز يحل معايا نمبر 6؟ يلا يلا يا محمود. اوكي. What did some people reject his why did some people reject his idea؟ ليه؟ Do you know why؟ اوكي. Wagner didn't have an evidence for his what؟ I think because like some people didn't because he couldn't explain. Yes, exactly. He don't have evidence. He don't have evidence for his idea, okay? To he don't have evidence for his idea, and as I tell you, I have a theory, but I don't have any evidence. So no one would believe me, but he didn't have any evidence. Mister, can I answer question 7? Okay. Can I do 7? Which tectonic plate do you live on? Yes. Across. Okay, exactly. Number 8. I answer. What caused the tectonic plate to move? Huh? يعني what caused the tectonic plate to move? I know. Can I answer? مين؟ مين هو؟ محمود. محمود ولامار. محمود and لامار. ياسين. مريم. You know the answer. I know. ثانية حاضر يا حبيبي يا محمود والله. I know you are a good boy يا محمود. ادي فرصة لزمايلك حاضر. مين عايز يجاوب تاني؟ And I want to answer. معلش لما بحثت عن مريم انت جاوبتي المره اللي فاتت. اتفضلي يا مريم. What caused the tectonic plates to move? Yep. The magma. لا انا عايز. The magma moves, the tectonic plates moves a little bit. يعني بصي are close بس يعني ايه؟ Give me a little. طب let's يعني ايه؟ Let's extract the answer from our ايه؟ From our explanation. The tectonic plate moves slowly. The tectonic plates move slowly on the magma. Yes. And the earth, the plates in the ocean, when the. لا 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 Sir, can I see the answer? نعم. Please. Can I see the answer? قول اتفضل. You already wrote it. Okay. Okay. تمام. حد عنده سؤال يا جماعة؟ No. طيب أنا إن شاء الله هحاول يعني إحنا almost قربنا نخلص الكوريكليم بتاعتنا. هحاول أبعت لكم أسئلة تجاوبوها. تمام؟ برضو كل ده يعني ايه inside our explanation ports اوكي ولو حد عنده اي سؤال حد عنده اي requirement حد عنده اي request special request you can text me anytime اوكي 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 احنا وصلنا لحد في السكول يعني لو حد اخذ واحد حد وصل حد هنا في السكول ولا حد عدى الليسون ده في السكول لا Sir, we have it, but this is for the second term, and I'm still in the term one exams. Okay, no problem. Like, last week we just finished, where does energy go? We stopped there for the term one. Very good. But يا ادم انت فاهم معايا ومجمع معايا الموضوع, صح؟ Yeah. Okay, لو انت عندك... We stopped at solar eclipses and lunar eclipses. Yes, I stopped there too. The solar eclipse and lunar eclipse. I think this is the end of second term. Okay. Before no, it's the end of the first term, and I'm studying for the first term. Because some schools have only two terms. Oh yes, yes, I know. Like, some schools have three terms and have no, some other. No, I have three terms. Three. Okay, يا مريم. طب بص يا مريم ابعتي لي آخر لسه وصلتي له. Okay, يا مريم. Okay. Text me. Okay. Using WhatsApp. Thank you. حد أي سؤال يا جماعة؟ Thank you all. Thank you all. Thank bye. You. Waiting you. Bye bye. Bye bye.